داخل إطار العديد الجمعية الوطنية لحاملي الشواهد بالمغرب، أتقدم بالتشكرات الحارة لأعضاء ديال حركة 20 فبراير، وكذلك أعضاء ديال تنسيقية تتبع الشأن المحلي بمدينة العربية على المساندة اللامشروطة للجمعية الوطنية لحاملي الشهادات لهذا الاعتصام المفتوح اللي خاضها الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين الفرع العلوي، وعلى هذا التضامن الكبير وعلى المؤازرة الأخوية اللي قدموها لنا الإخوان حركة 20 فبراير أو في لجنة الدعم لحركة 20 فبراير ولا أعضاء ديال التنسيقية. مرة أخرى أقول لكم جزاكم الله خير الجزاء على هذا الدعم المعنوي واللوجستيكي، إذا شكرا لكم مرة أخرى.